دلوقتي بقى نروح بقى مع حضراتكم على الصحافة الرياضية، وتحديدا هنروح على مقر جريدة البوابة نيوز مع الزميلة العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر الأخبار الرياضية وأهم المانشيتات. وبالمناسبة في مانشيتات جديرة بالتأمل فعلا النهاردة يا مريم، منها البوابة نيوز اللي بتقول ممر شرفي للاعبين الجدد في منتخب مصر، طبعا دي لقطة جميلة جدا. اليوم السابع انطلاق معسكر منتخب الشباب مواليد 2003 بالإسكندرية اليوم، ويلا كورة صلاح هسجل. أنا مش هقول لك بعد كده بقى، الباقي عندك أنت. صباح الفل عليكي وتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز. وبالظبط زي ما انت ذكرت يا كريم، يعني الحقيقة ان احنا هنبدأ بالعناوين اللي انت ذكرتها في البداية. وبدايتنا النهاردة في جولتنا الصحفية من البوابة سبورت، ممر شرفي للاعبين الجدد في منتخب مصر. حرص طبعا لاعبو منتخب مصر على إقامة منتخب او إقامة ممر شرفي للاعبين الجدد المنضمين لأول مرة لصفوف الفريق الأول، وهم أسامة جلال واحمد مدبولي واحمد عادل ومروان عطيه ومحمود حماده وشادي حسين واحمد شريف وناصر منسي. طبعا يعني بيشارك في المعسكر اللي بيقام باستاد الجيش في برج العرب بالاسكندريه 24 لاعب محلي، ودول بيمثلوا القائمه الاوليه للمنتخب المصري. وطبعا القائمه لم تضم اي من اللاعبين المحترفين، ده طبعا بسبب مشاركتهم او بسبب استمرار المنافسات الدوريات اللي بيشاركوا فيها. عنواننا الثاني النهارده من اليوم السابع انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بالاسكندريه اليوم. ينطلق اليوم الاربعاء معسكر منتخب الشباب مواليد 2003 تحت قياده محمد جابر، وطبعا بيتخللوا وديتان يومي 21 و25 سبتمبر الجاري استعدادا لنهائيات امم افريقيا. ووجه الجهاز الفني المنتخب استدعاء اربع لاعبين محترفين، وهم صلاح باشا لاعب اندونيزي الايطالي، ومصطفى اشرف موهبه جلادباخ الألماني، ورامز حفظ الله لاعب بيترهاد الاسكتلندي، وعمر عبد المجيد لاعب هامبرج الألماني للمعسكر المقبل. وطبعا الجهاز الفني يمكن اتكلم في تقرير اليوم السابع ان هم يمكن بيوجهوا انظارهم بشكل كبير جدا، يعني يمكن نحو المحترفين، ده طبعا علشان يكون في انضمام لعدد من المحترفين الجدد خلال الفترة المقبلة لصفوف الفريق 2003. وطبعا هم شايفين مواهب كتير جدا، ويعني يمكن بيقولوا ان البطولات اللي فاتت يمكن حفزت كمان بعض اللاعبين ان هم يعرضوا ان هم يشاركوا في فريق الصفوف خلال الفترة المقبلة. من موقع يلا كورة، ليفربول يعبر أياكس بثنائية صعبة بدوري أبطال أوروبا. يمكن كانت جميع الأنظار بتتجه خلال الفترة الماضية نحو ليفربول، وطبعا عايزين يعرفوا أداؤه في دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه هو يمكن أخفق في بداية أكيد البريمير ليج، كانوا شايفين يمكن أداء مش على قد المستوى، أو يمكن ما كانش على قد طبعا طموحات جماهير ليفربول. ولكن يعني يمكن خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزا قاتلا خلال المباراة التي جمعته بنظير الهولندي أياكس مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وتقدم ليفربول في الدقيقة 17 عبر طبعا نجمنا نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، ولكن يمكن بعد 10 دقائق من تسجيل هذا الهدف تعادل أياكس سريعا طبعا بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه محمد قدوس. وبعد كده يمكن خطف ليفربول هدف الفوز القاتل، أو اللي وصفه التقرير الفوز القاتل في الدقيقة 89. وبكده طبعا رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 3 في المركز الثاني خلف نابولي الإيطالي والمتصدر برصيد ذاته، ولكن يتبقى له مباراة في الجولة الثانية فيما توقف طبعا رصيد أياكس عند النقطة 3 في المركز الثالث. ومن موقع كورة، بايرن ميونخ يكرس العقدة لبرشلونة بثنائية بيضاء. طبعا رسخ بايرن ميونخ عقدة برشلونة بالفوز عليه بنتيجة 2-0 مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا. وبذلك طبعا فشل برشلونة في تذوق طعم الانتصار أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، وبهذا الانتصار رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد طبعا رصيد برشلونة عند 3 نقاط في الوصافة.
أخيرا من موقع الشرق الأوسط، دورتموند يخشى من أسلحته القديمة في مواجهة سيتي، وريال مرشح لانتصار جديد. يقود الهداف النرويجي طبعا هالاند مانشستر سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني، فيما يبحث ريال مدريد الإسباني حامل اللقب عن فوزه الثاني على التوالي عندما يستضيف لايبزيج الألماني. وطبعا وصف التقرير، يعني يمكن تقرير الشرق الأوسط وصف لايبزيج بالجريح. ده طبعا بيخوض تشيلسي الإنجليزي اختباره الأول بقيادة مدربه الجديد بوتر، بعد طبعا قالت توخيل أمام سالزبورغ النمساوي اليوم بالجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا. وبيحتل سيتي وصاف الترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال وبالتساوي مع توتنهام، فيما تراجع دورتموند إلى الخامس في ألمانيا بعد خسارته القصية أمام لايبزيج. يمكن دي كانت كل عناويننا الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر البوابة نيوز. بشكرك جدا يا كريم، الكلمة ليك مرة أخرى. مين اللي يشكر التاني؟ بس احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر، الزميلة العزيزة مريم سميحة على تغطيتها الصحفية المتميزة كالعادة. وطبعا شكرنا موصول لهنا أبو القاسم اللي النهاردة غيرت اللوكيشن بتاعها، عادة بنشوفها من خلال فرع أهلي الجزيرة، النهاردة نورت الدنيا من خلال الشيخ زايد. بنشكركم جزيل الشكر وصباح الفل عليكم انتوا الاثنين.